لو عايز تنتج أو تصور إعلانات، خدمات طبية وفندقية على أعلى، فعاليات ومؤتمرات، توليد بالدقم، فيديو كليبس، جرافيك، برامج تلفزيونية، تسجيلات صوتية ومرئية، تسويق البرامج والإعلانات مع شركة الشريف ميديا لاين، الرؤية الإخراجية بلمسة فنية. الشريف ميديا لاين، أسعار تشجيعية وتنافسية، سرعة الإنجاز وأفضل الأعمال، خبرات متميزة في الكادر المهني مع أقوى الشركات. للتواصل الاتصال على المخ. عامل زي السنترال الكبير اللي بيتحكم في الإشارة العصبية من وإلى الجسم عبر الأعصاب. في برنامجنا هنتكلم على مشاكل الصداع والعصب الخامس، ألام الغضاريف والفقرات، مشاكل المخ والأعصاب عند الأطفال، أورام المخ والغدة النخامية، وكل ما هو جديد في جراحة المخ وجراحات العمود الفقري مع الدكتور إبراهيم عبد العال في برنامج إشارات عصبية. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدنا نلتقي بكم دائما في حلقة جديدة من برنامج إشارات عصبية. معكم دكتور إبراهيم عبد العال، دكتوراه جراحة المخ والأعصاب، استشاري جراحة العمود الفقري، مدرس بكلية الطب. متعود دائما معكم إن احنا بنناقش موضوع جديد من موضوعاتنا في المخ والأعصاب. النهاردة هكلمكم في موضوع يمكن يهم بعض الناس، ما يهمش كل الناس، وخاصة الأطفال الصغيرين، اللي هو موضوع صمامات المخ. طبعا انا مصر او النهاردة ان انا اتكلم في صمامات المخ، لان انا كنت عاوز اعطي شوية توجيهات ونصايح للامهات والاباء اللي هو عنده طفل عنده صمام في المخ. في ناس كده او تستغرب يعني ايه صمام المخ. كلمة صمام يعني صمام، يعني حاجة بتتحكم في مسار حاجة معينة. ناس كده او تسمع عن صمامات القلب، فصمام القلب ده اللي هو بتحكم في ضخ الدم من القلب مثلا الى جميع اجزاء الجسم، زي الصمام الاورطي او الصمام الميترالي او بعض الصمامات اللي في القلب. لكن صمام المخ هو شيء طبعا صناعي بيتركب في الدماغ وبيحول المية بتاعة المخ الى اي مكان تاني، حيث ان هناك في مشكلة في المخ، في مية على المخ او في كيس مية على المخ، فبنضطر احنا دكاترة جراحة المخ والاعصاب ان احنا نركب صمام في المخ. لذلك اللي قاعد قدامنا بيشاهدنا دلوقتي وما يعرفش يعني ايه صمام في المخ، او المعلومة الطبية بالنسبة له، او ما يعرفش حد قريبه او قريبه او جاره او معرفة عنده مشكلة وعامل صمام في المخ، يجب ان الانسان يبقى عارف او المشاهد ان المخ ربنا سبحانه وتعالى عامل جواه تجاويف ومغطيه بطبقة من المية. المية دي اسمها النخاع او السائل الشوكي المخي، وهو فينا ككبار كميته حوالي 150 سنتي، وهو شكل بالضبط المية الحنفية او المية السادة بتاعتنا اللي ملهاش لون دي، وربنا عملها لهدف معين وهي هدف غذائي، حماية، وكمان هدف بنقول ان هنا هدف مية المخ دي او النخاع ان هي في غذاء، في انتقال لبعض المواد الغذائية عن طريقه، كمان بتاعت حماية. يعني المخ ده عامل زي الجيلي، والجيلي ده لو مش محمي كويس او الواحد وقع او اتخبط هيحصل كدمات في المخ، المخ مش هيبقى محمي. فربنا سبحانه وتعالى عوم المخ او المخ عام في بحر من المياه، المياه دي اسمها النخاع.
كميتها اساسا موجوده في جسمنا او في مخنا، في ككبار بتبقى كميه كبيره شويه عن الاطفال الصغيرين، بيبقى حوالي 150 سنتي. طيب هل الميه دي ثابته ولا متحركه؟ هل الميه دي يعني بتخلص ولا ما بتخلص؟ هل الميه دي بتفرز على طول باستمرار ولا ما بتفرز؟ لا، الميه دي عامله زي بالظبط الشلالات اللي نازله وبتنزل في انهار، وبعد ما بتخلص في النهر بتاعها بتصب في البحر، فهي دوره شغاله على طول. المياه دي بتنتج عن طريق الشلالات اللي هي في شلالات في المخ، وبتمشي في دورة معينة، وبتمشي بين تضاريس معينة، وبتلف في دورة كبيرة، وبتوصل في النهاية للمصرف الطبيعي بتاعها. المياه دي كميتها انا قلت لكم ان هي في كبار حوالي 150 سنتي، لكن كمية المياه دي في اي وقت هي 150 سنتي، لكن الشلالات نفسها او المصنع بتاع الميه بتاع النخاع بتفرز اكتر من 150 سنتي، بتفرز حوالي نص لتر. ف يعني 450 سنتي او 500 سنتي دولت كل يوم بتروح المصرف بتاعها، فاذا في دوره مياه داخليه جوه مخ الانسان، فسبحان الله. فالميه دي احنا قلنا المياه دي احنا بنقول ان هي ربنا سبحانه وتعالى عملها، اسمها النخاع. لذلك ممكن بعض الناس تسمع عن ان الولد جاله حمى فراح مستشفى الحميات فعملوا له بزل من ظهره فخدوا عينة مياه اللي اسمها عينة النخاع. دي النخاع اللي احنا بنقصده، اللي هي الواحد لما بيروح مستشفى الحميات لحد قريبه يقولوا ده خدوا له عينة نخاع. طبعا كلمة نخاع دي كلمة ناس كتير بتسمعها، يعني احنا انا شخصيا احب اسمي السائل ده السائل الشوكي او السائل المخي الشوكي، لكن في ناس كتير قوي بتسميه النخاع. لذلك في ناس بتخربط شويه ما بينه وما بين النخاع التاني، نخاع العظام اللي هو عنده مثلا، يقول لك ده فلان عنده انيميا او عنده نقص خلايا وعملوا زرع نخاع، أو فلان عنده مشكلة في مرض وحش في الدم وعملوا زرع نخاع. فالنخاع ده غير النخاع ده، النخاع بتاعنا اللي احنا نقصده اللي هو المية اللي موجودة حوالين المخ وموجودة في الظهر، وان الواحد لو بياخد عينة من النخاع بياخدها من أسفل الظهر. كمان عايزين نفتكر النخاع، نفتكر السيدات اللي هي بتروح تولد فتقوم تعمل قيصرية فيقوم تاخد بنج نصفي، فالبنج النصفي ده بيبقى بيتحقن جوه النخاع. يعني السيدة من دي بتجلس، دكتور البنج يحط لها إبرة في ظهرها، الإبرة دي بتدخل في النخاع، يجي مية يحقن البنج بتاعه. طبعا بنج النصفي بيستخدم في عمليات كتير قيصرية، حتى كمان ما عادش بيعملوا الوقت في القيصرية اللي هي الإبرة دي، عادوا كمان في إبرة بسموها إبيديورال، إن الست تبقى فايقة وحاسة بكل حاجة بس مش حاسة بألم الولادة. إذن ده بس صورة تقريبية إن إحنا نقول إن في مية في المخ، والمية دي لازمتها إيه، والمية دي اسمها النخاع أو السائل الشوكي، واهميته ايه، وموجود ازاي، وازاي بناخد منه عينه، وازاي كمان ممكن حالات الستات اللي هي بتاخد بنج نصفي او بتعمل قيصريه. لذلك المريض دولت بيتسرب، اللي بيعملوا بنج نصفي بيتسرب ميه كتير من الحقنه دي، هو دكتور البنج بيحقن الحقنه. لذلك معظم الناس دي يجي له صداع شديد قوي بعد حقنه البنج النصفي. اي حد تولد قيصري تقول لك انا قعدت اسبوع اسبوعين ثلاثه، وفي بعض الناس بتمتد لشهرين، بيبقى صداع فظيع جدا جدا في راسها مش طايقاه، ما بيروحش بمسكن، ما بيروحش الا اذا نامت في السرير. فده اللي اسمه، انا كنت بتكلم دلوقتي على النخاع عشان احنا لسه هنتكلم في الصمام، فقبل ما اتكلم في الصمام لازم الساده المشاهدين يبقوا عارفين
يعني ايه السائل المائي اللي هو جوه المخ. فالمية دي اللي احنا قلنا بتنتج من شلالات المخ وبتصرف في مصرف المخ وبتمشي في نهر جوه المخ. ده لو في اي حاجه قفلت النهر ده، طبعا المية اللي بتنتج من الشلالات هتتراكم جوه المخ، فهتروح فين؟ مش معقولة دماغ الطفل يكبر. ممكن في بداية الحياة الطفل بيبقى مخه ضعيف، وكمان جمجمته تبقى طرية جدا وعظمه بقى طري، فالمية دي ممكن تكبر دماغ الطفل. لو هي في واحد كبير، فدماغنا احنا الكبار مقفول عامل زي الصندوق الصلب، بالطبع بطبع المية دي هتضغط على المخ وتأثر على حياة الإنسان، وتسبب ما يسمى الاستسقاء الدماغي أو مية المخ الزايدة، أو بيسموه الهيدروسيفلس، إن الطفل يتولد عنده مية على المخ، أو تجيله المية دي لما يكبر، أو لو جاله حاجة عملت انسداد في نهر المخ. إذن دورة المية بتخربط بسبب ما، يعني في ناس كتير قوي تتولد معظم أنواع استسقاء الدماغ أو مية المخ بسبب ولادي. وناس كتير قوي بتقعد تسألنا السؤال المهم قوي، هو الحالة دي ممكن تتكرر في المولود اللي بعد كده ولا لأ؟ ابني عنده مية على المخ أو عنده كيس في ظهره وعنده مية على المخ، هل ممكن الطفل اللي جاي بعد كده يصاب بمية على المخ ولا لأ؟ هل ممكن احنا ننقذ الطفل ده قبل ما يتولد ولا لا؟ هل ممكن نعمل عملية والطفل في بطن أمه ولا لا؟ هل الصمام اللي أنا هركبه للطفل هيقعد طول عمره، هيفضل طول عمره بالصمام، ولا الصمام ده ممكن يتشال في المستقبل؟ لو الصمام بتاع المخ اتقفل، هل ممكن يضر الطفل ولا ما يضروش؟ وايه ازاي الام تعرف ان الصمام شغال ولا مش شغال، والصمام ده نوعه ايه؟ هل لو الصمام شغال زيادة عن اللازم هل ممكن يعمل اثر عند الطفل ولا لا؟ هل لما الصمام يحصل له التهاب او مكروب بيظهر على الطفل ايه بالظبط؟ كل دي اسئلة بتسألها او بيسألها اهل المريض او العائلة، عائلة الطفل اللي هو عنده استسقاء دماغ. لذلك احنا النهاردة برنامجنا انا بناقش مشكلة كبيرة قوي لقطاع كبير جدا من الناس والاسر والعائلات اللي عندها طفل عنده صمام في المخ او عنده مية على المخ. مش على قد الاطفال بس، ده ممكن كمان المية دي تيجي للكبار، ممكن تيجي للبالغين، ممكن تيجي لكبار السن. يعني كمان بتيجي لكبار السن اللي هم فوق 60 سنة وفوق 65 سنة. منهم أحد أنواع المرض اللي هي بيبقى فيه اضطراب في دورة، دايما أنا مفيش حاجة اسمها نهر اللي هو المخ، أنا ده أقول نهر المخ لا تقريب للسادة المشاهدين علشان يبقى فاهمين إيه اللي بيحصل جوه المخ. لكن المية اللي جوه المخ ممكن تزيد في كبار السن، ويبدأ الابن أو البنت تلاحظ إن باباها أو مامتها ما عادش زي الأول. ده مش بابا اللي إحنا عارفينه، ده مش ماما اللي إحنا عارفينها، بدأت تنسى كتير. بدأت الأم الكبيرة في السن أو الأب اللي هو فوق 60 سنة يبدأ ينسى، يبدأ يصلي مع إنه مصلي، يبدأ مش فاكر هو فطر ولا حط حاجة في البيت نساها، بدأ يحصل له فقدان لذاكرة الحديثة. هو صحيح فاكر كل حاجة، فاكر أي حاجة من أيام الخمسينات، من أيام الستينات، من أيام الأربعينات، ويحكي مواقف بالظبط بالظبط زي ما يكون عايشها النهاردة، لكن نسى هو قابل مين النهاردة، نسى هو صلى ولا ما صلاش، أكل ولا ما أكلش. ده مرض من أمراض مشاكل مية المخ.
انا هكلمكم بتفصيل تاني في الاسئله اللي انا طرحتها، بس بناخد فاصل ونرجع لكم تاني نتكلم بعد الفاصل. روح لفاصل. المخ عامل زي السنترال الكبير اللي بيتحكم في الاشاره العصبيه من والى الجسم عبر الاعصاب. في برنامجنا هنتكلم على مشاكل الصداع والعصب الخامس، آلام الغضاريف والفقرات، مشاكل المخ والأعصاب عند الأطفال، أورام المخ والغدة النخامية، وكل ما هو جديد في جراحة المخ وجراحات العمود الفقري مع الدكتور إبراهيم عبد العال في برنامج إشارات عصبية. أعزائي المشاهدين، ورجعت لكم تاني في حلقتنا الجديدة من برنامج إشارات عصبية. أنا طبعا بكلمكم النهاردة في موضوع ممكن مهمش ناس كتير، لكن في ناس برضو كتير عندهم نفس المشكلة، طفله عنده المشكلة اللي هي صمامات المخ. وأنا طرحت مجموعة من الأسئلة اللي أنا دايما مريض اللي هو عنده مية على المخ أو عنده استسقاء دماغي أو المركب صمام في المخ بيسأل نفس الأسئلة دي. كانت مجموعة الأسئلة دي كتيرة، وكنا بنتكلم على نوع من الاستسقاء الدماغي بيحصل في كبار السن في العواجيز، اللي هي البنت والابن لاحظوا ان ابوهم او مامتهم حصلت لهم اتغيرهم في السلوكيات، بدأوا ينسوا، وبدأت ان مشيته بدأت تبقى زي الايه، مشية بسيطة كده، ويحصل يترنح هو ماشي ويمشي بالراحة، ولو سرع ممكن يقع. كمان ممكن بدأ الأب أو الأم الكبار في السن بدأوا كمان ما يحسوش بالمية، ممكن يحصل نوع من عدم أو تحكم البول أو السلس البولي. وبنعمل أشعة للمرضى دولت فبنلاقي عندهم مية على المخ، فالمرضى دولت يعني بيرتاحوا جامد لما نشيل المية الزيادة دي ويرجع تاني الأب أو الأم لطبيعته بعد ما نكون عالجنا موضوع زيادة مية النخاع أو زيادة السائل المائي جوه الدماغ وأثره على الضغط على المخ. كمان احنا سألنا أسئلة كتير على الناس اللي بيجي لها استسقاء دماغي تكويني أو ولادي أو وراثي، بيبقى معروف وهو طفل في بطن أمه إنه عنده مية على المخ. والناس بتخاف قوي ان هل الطفل ده ممكن يتكرر ولا لا. طبعا لو جت مرة واحدة ممكن الحكاية دي تتكرر تاني، وخاصة ان لو فيه جواز اقارب. لذلك احنا دايما بننصح يا جماعة ابتعدوا عن جواز الاقارب. جواز الاقارب فيه مشاكل كتير، مشاكل صحية ومشاكل وراثية، والامراض اللي هي بتبقى الى حد ما مش ظاهرة ممكن تظهر في زواج الأقارب. فلو جه طفل أو اتنين ممكن تتكرر في الطفل التالت كمان، يبقى بنسبة أعلى من الطفل التاني. كمان في ناس بتسأل هل إن الطفل اللي عنده مية على المخ ده ممكن يعيش كويس ما يعيش كويس؟ هل في تأثير في المستقبل على القدرات الذهنية بتاعته ولا لا؟ على القدرات المعرفية، هل هيروح الدراسة كويس ولا مش هيروح؟ هل هيتعلم مش هيتعلم؟ هيبقى متخلف ولا مش متخلف؟ كل دي أسئلة بتطرح نفسها على في هذا المجال من عائلة هذا الطفل أو هذا المولود. لذلك طبعا الاستسقاء الدماغي انواع، يعني في نوع بسيط ممكن حتى ما يحتاجش علاج، يحتاج متابعه بس، وفي نوع متوسط بيحتاج علاج ومتابعه، وفي نوع شديد حتى مع العلاج بيبقى فيه تاثير جامد جدا على هذا الطفل، وتاثير عليه في المستقبل، لانه بيبقى عنده ضمور في المخ. الطفل ده بيبقى عنده ضمور في المخ، في كتله كبيره جدا جدا من مخه ناقصه. في بعض الناس عندهم عيوب خلقيه، الأمر ما هوش ثابت على أن أنا أقول لك أن طفلك هيبقى وحش أو طفلك هيبقى حلو. كل حالة بيبقى لها مميزاتها ولها عيوبها، بيبقى لها وضعها الخاص، مع أن علم بأن الطفل اللي مركب صمام في المخ
لازم الصمام يفضل شغال بكفاءة عالية، على أساس إن المريض ده لو حصل أي ظروف أو أي التهاب في الجهاز أو أي انسداد، طبعا بالطبع ده بيأثر على حياة الطفل، بيأثر على نمو الطفل، بيأخر في الطفل، بيأخر في النمو الحركي، بيأخر في النمو الذهني بتاع الطفل. فالسؤال هنا إن طبعا احنا بنتكلم في الموضوع عموما وخاصة الأطفال، الصمام اللي بيركب هل هو هيبقى لمدة معينة ولا هيبقى يمتد لطول العمر؟ في معظم أنواع الاستسقاء الدماغي معلش الصمام ده بيحتاجه طول العمر، لكن في بعض الاستثناءات منه ممكن الصمام ما عادش يحتاجه في المستقبل، لكن ده بيبقى استثناء مش قاعدة، وبيبقى حسب طبعا السبب. لكن معظم العيوب الخلقية اللي موجودة في المخ ما فيش تصريف داخلي داخل المخ، فالطفل معظمهم بيعتمدوا طول حياتهم على هذا الصمام. طيب الصمام ده ممكن يتغير في المستقبل ولا لا؟ الصمام ده طبعا مع الوقت مع نمو الطفل طبعا الصمام بيقصر، فمحتاج ان هو يتغير، محتاج ان هو نطول الانبوب. ممكن لو طفل محتاج الصمام طول عمره، طبعا احنا في ناس كتيرة او اطفال وصلوا للثانوية العامة ودخلوا الجامعة بصمام في المخ. مش معنى الواحد عنده صمام في المخ ان هو هيبقى قعيد او هيبقى مشوه ذهنيا او هيبقى عنده مشكلة في الذكاء. لا، في اطفال احنا شفناها وفي على العكس تماما. يعني انا شفت اطفال كان مولود بعيب خلقي ولادي، وكان باباها او مامته كانوا يتمنوا ان هم يعيش، لانه خايفين ان هو بالمنظر ده مش هيبقى طفل سوي، مش هيبقى ذكي. على العكس لما بعيش الطفل ده وبتعمل له عملية بيرتبطوا بيه اكتر ويقولوا لا ده الطفل ده ذكي واحنا حبيناه اكتر، لانه عنده مشكلة او اتنين ممكن في رجليه او في ايديه، لكن مبدئيا هو بيبقى طفل عادي، بيبقى ذكي، بيتكلم، بيحب، بيكره، بياكل، بيشرب. لكن مش معنى ان الطفل عنده مية على المخ وعنده صمام في المخ ان الطفل ده ما بيعيش حياته طبيعية. ممكن يعيش حياته طبيعية لو احنا انقذناه بدري، لو ان احنا عملنا له عمليته، لو ان حصل له مشكلة في الصمام والمشكلة دي بتتحل بسرعة. طيب السؤال اللي احنا سألناه، ازاي مامة الطفل او والد الطفل يحصل يعني يعرف ان الصمام فيه مشكلة؟ طبعا الصمام بيبقى ليه، الصمام ده عبارة عن انبوب، والانبوب دي بتدخل جوه المخ وبتلف ورا الودن وبتنزل. معظم الصمامات بتتحط في البطن. في انواع من الصمامات بتتحط في اماكن تانية، منها القلب، منها المرارة، وفي صمامات بتتحط في الكلى، لكن اشهر صمام بيتحط في البطن. الصمام بيبقى ليه تجمع ورا الودن، التجمع ده عبارة عن يعني ريزرفوار او مجمع، المجمع ده تحت الجلد بقى صغير قوي، الام او الاب بتعرف تضغط عليه وما بتضغطش عليه، يعني تضغط عليه يرجع تاني. المفروض لما ابقى اضغط على الصمام المفروض ان الصمام بيرجع في الحال في خلال ثواني معدوده. الام لو ضغطت على الصمام وما رجعش يبقى هنا كفاءته ضعيفه او مكتوم او في مشكله. ممكن كمان اضغط عليه وما يرجعش ويبقاش في مشكله اذا كانت الميه عنده شح فمش هيشتغل. فهنا لازم تلجأ للمتخصص عشان تعرف الصمام ده شغال ولا اساسا مفيش ميه جوه عشان يشفطها يوديها البطن. فكمان لو الام ضغطت بقى والضغطه دي المفروض يتضغط الصمام ما بيرجعش، ده اللي احنا قلناه في الاول. طب هو ما بيتضغطش بقى، مش قادر ينضغط، او جنب صلب جامد، ده برضو بيبقى فيه مشكلة، بيبقى مقفول ومحتاج تسليك. ممكن كمان الحاجات دي ما تحصلش اللي انا بقول عليها ويكون الصمام مش شغال. فاذا العلامة بتاعتنا هو وضع الطفل. لو الام لاحظت ان الطفل بينام كتير او بيرجع او مصدع او ما بنمشي خالص او دايخ او راسه تقيله،
دي في بدايات من بدايات انسداد الصمام، او لو بدأ يدخل في غيبوبة ده علامة، او بدأ يحصل تدهور في نظره، يعني بدأ نظره يقل، بدأ يحصل دغوشة او الرؤية مش واضحة، يروح لدكتور عيون يبص بالمنظار يلاقي ان في ارتشاح في العين. فده مهم قوي ان الام تبقى عارفة ان دي علامات من علامات زيادة المية في المخ. طبعا في الطفل الصغير اللي هو لسه قبل سنة او قبل سنتين، طبعا مقاس راسه، لو راسه بتزيد بعد ما ركب الصمام يبقى الصمام مقفول ومحتاج برضو ان هو يتعمل له عملية تسليك. طبعا في الاطفال الصغيرين بيبقى فيه حاجة اسمها اليافوخ هنا، يعني حتة من الراس في الحتة دي ما فيهاش عظم، الام ممكن تعرف منها او الدكتور ضغط المخ هنا، لذلك امهات كتير قوي بتخاف تلمس الطفل الصغير عشان الحتة دي طرية وما فيهاش عظم، فممكن يحصل ان لو بتخض العيل جامد او حد بيهشتك الولد، ففي خطورة في الطفل الصغير ده ان الناس بتخاف من الحتة دي، وفي نفس الوقت بيخافوا من انك انت تشيل العيل او تخضه او تنقله او ترفعه لفوق او تهشتكه، كل ده خطر على العيل اللي هو الصغير، لانه ممكن يحصل لهم مشاكل جامدة بسبب ان لسه المخ اما طيور يعني طاري شوية، جمجمة مش قوية قوي، فممكن يحصل له اذيه. فاليافوخ ده ممكن نعرف منه اذا كان الطفل ضغط دماغه عالي او مش غالي عالي، يعني هو لو راسه بتكبر واليافوخ عالي يبقى ده مقفول، لو الراس دي ساقطه لتحت وفيها نبض يبقى ده حاجه علامه كويسه من علامات الصمام. النهارده كلمتكم عن الصمام وبعض المشاكل اللي ممكن تحصل منه، وازاي الام تكتشف ان الصمام مقفول بالطرق اللي انا قلت لكم عليها. في طبعا كلام كتير قوي في الموضوع ده، وطبعا احنا على استعداد على الموقع بتاعنا ان احنا نستقبل اي مشكله من مشاكل الاطفال اللي عندهم مشاكل في صمامات المخ، وبنرد عليها في الحال. طبعا في مشاكل كتير قوي للصمامات، ان الصمام يطلع بره الجلد، ان الجلد فوق الراس يحصل ان ينكشف الصمام، ممكن يحصل التهاب ميكروبي، في مشاكل كتير قوي. مهم قوي للام والاب اللي عنده طفل او اللي عنده مريض عنده صمام في المخ ان هو يتابع الصمام. الصمام ده خطير، ممكن يؤدي الى مشاكل كبيره، وممكن يؤدي الى غيبوبه، ممكن يؤدي الى الوفاه لو ما فيش اهتمام بهذا الصمام. كمان ممكن، انا شفت حالات كتير قوي ممكن فقدت نظرها بسبب عيب في الصمام، وان هي لم تنقذ في الوقت المحدد وبدري عن ما كنا نتاخر، ويحصل ان الميه تضغط على عصب العين. النهارده كلمتكم على صمامات المخ، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم، وان الحلقه دي طبعا هنزلها على اليوتيوب، فاللي ما تابعش الحلقه ممكن يتابعها من على اليوتيوب. في نهايه الحلقه بشكركم وبتمنى لكم وقت سعيد، ونتقابل في الحلقه الجايه من برنامج اشارات عصبيه. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المخ عامل زي السنترال الكبير اللي بيتحكم في الإشارة العصبية من وإلى الجسم عبر الأعصاب. في برنامجنا هنتكلم على مشاكل الصداع والعصب الخامس، آلام الغضاريف والفقرات، مشاكل المخ والأعصاب عند الأطفال، أورام المخ والغدة النخامية، وكل ما هو جديد في جراحة المخ وجراحات العمود الفقري، مع الدكتور إبراهيم عبد العال في برنامج إشارات عصبية. لو عايز تنتج أو تصور إعلانات، خدمات طبية وفندقية على أعلى، فعاليات ومؤتمرات، توليد بالدقم، فيديو كليبس، جرافيك، برامج تلفزيونية، تسجيلات صوتية ومرئية، تسويق البرامج والإعلانات مع شركة الشريف ميديا لاين،
الرؤية الإخراجية بلمسة فنية، الشريف ميديا لاين، أسعار تشجيعية وتنافسية، سرعة الإنجاز وأفضل الأعمال، خبرات متميزة في الكادر المهني مع أقوى الشركات. للتواصل الاتصال على